لكن خلوني اطمنكم الاول على او اخدكم في جوله مريه، وهنبص على شوارع القاهره والمحافظات. وهنبدا دلوقتي ناس نزلت خلاص، ونبدا جولتنا من القاهره. وكوبري اكتوبر المتجه لمنطقتي الاسعاف ورمسيس بيشهد كثافات مروريه متحركه، لكن اللي مكمل اعلى الكوبري في اتجاه منطقتي غمره والعباسيه ومدينه نصر في كثافات مروريه زي ما حضراتكم شايفين، اللون الاحمر بيغطي المسار كله. أما حركة السيارات لشارع امتداد رمسيس حتى محور الشهيد في سيولة مرورية، محور صلاح سالم المتجه من نفق المرغني ومصر الجديدة في بعض الكثافات المتحركة، كمان في بعض الكثافات بشارع رمسيس وصولا للعباسية وبمحور النصر حتى المنصة، وكمان بشارع عباس العقاد والطيران. هنشوف طريق الكورنيش امام اللي جاي من ميدان المؤسسه ومنطقه المظلات بطول الكورنيش النيل وحتى ميدان عبد المنعم رياض في كثافات مروريه متحركه ووسط تواجد رجال المرور لمتابعه الحركه المروريه، لكن اللي جاي من طريق الكورنيش القادم من حلوان بيشهد كثافات متقطعه حتى شارع القصر العيني المتجه الى ميدان التحرير. ونكمل معاكم جولتنا لشوارع الجيزة، وهنبدأ من محور 26 يوليو القادم من أكتوبر في كثافات مرورية كبيرة قبل الدائري وحتى ميدان لبنان، وفي كثافات مرورية على كوبري 15 مايو المتجه لميدان التحرير. هنروح لشارع الهرم المغلق كليا في الاتجاه القادم من مريوطية حتى ميدان الجيزة فقط، هو بسبب طبعا أعمال إنشاء محطة مترو أنفاق مدكور، وده بيسبب ظهور بعض الكثافات بتزيد مع وجود تحويلات مرورية. كمان بتظهر كثافات بمنطقة مشعل وكثافات من شارع العشرين حتى الطلبية، وفي أيضا كثافات متحركة المتجهة إلى كوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين، وكمان بتظهر بعض الكثافات على محور صفت اللبن المتجه من الدائري وصولا لشارع السودان في كثافات مرورية متحركة. طبعا بيفضل التوجه لمحور العرابي اللي بيشهد كثافات أقل شوية، وبتظهر كثافات بسيطة بمحيط ميدان النهضة ومحيط جامعة القاهرة، لكن شوارع السودان وجامعة الدول العربية والبحر الأعظم فيها سيولة مرورية. نروح معاكم لمحافظة القليوبية، والطريق الزراعي القادم إلى القاهرة بيشهد سيولة مرورية بداية من منطقة ميت حلفة وحتى الطريق الدائري، وبعدين الطريق بيكون فيه سيولة مرورية حتى قبل ميدان المؤسسة، ده بيرجع لبعض الكثافات البسيطة على الطريق الدائري. والقادم من المرج في كثافات مرورية قبل نزلة اليوب، وبننصح القادم من موقف العاشر المتجه إلى بنها بيسلق طريق شبرا بنها الحر، أما القادم من طريق شبرا بنها إلى منطقة مصر الجديدة وشرق القاهرة من الأفضل أنه يسلك محور العصار، أما القادم من ميدان المؤسسة ومتجه ناحية بنها الطريق الزراعي بيشهد سيولة مرورية كبيرة، لكن داخل مدينة بنها في بعض الكثافات عند منطقة الموقف الجديد ومنطقة الأهرام وتحديدا بالقرب من مدخل الجامعة، وده بسبب دخول الطلاب. ونروح معاكم لعروس البحر المتوسط اسكندريه، وهنلاقي كثافات بسيطه موجوده في المنطقه المحيطه بكوبري ستانلي، وكمان في كثافات متقطعه عند الاشارات بطول الكورنيش، لكن باقي الشوارع الجنوبيه فيها سيوله مروريه نسبيه. الطريق المؤدي للجامعه بيشهد كثافات مروريه بسيطه لكنها بتزيد مع ساعات الذروه الصباحيه، لكن طريق الاسكندريه مرسى مطروح الناس لازم تاخد بالها، لان الاداره العامه للمرور اجرت تحويلات مروريه بسبب تنفيذ اعمال تطوير وتوسعة الطريق الساحلي وهو الإسكندرية مطروح، وتنفيذ كمان عدد 9 كباري دورانات في المسافة من الكيلو 101 حتى الكيلو 154، واللي بتشهد الأعمال على مدار اليوم. طيب من جولتنا المرية هنطلع معاكم أو نتابع معاكم كمان أسعار صرف العملات الرسمية، وهنبدأ معاكم من العملات. والدولار الأمريكي النهاردة سعر البيع 18 جنيه 31 قرش، وسعر الشراء 18 جنيه 21 قرش. اليورو سعر البيع 20 جنيه 24 قرش، وسعر الشراء 20 جنيه 12 قرش. جنيه الاسترليني سعر البيع 24 جنيه قرش، وسعر الشراء 23 جنيه 87 قرش. الفرنك السويسري سعر البيع 19 جنيه 78 قرش، وسعر الشراء 19 جنيه 67 قرش. اليوان الصيني سعر البيع 2 جنيه 87 قرش، وسعر الشراء 2 جنيه 86 قرش. عفوا. 100 ين ياباني سعر البيع 14 جنيه 94 قرش، وسعر الشراء 14 جنيه 86 قرش. والريال السعودي سعر البيع 4 جنيه 88 قرش، وسعر الشراء 4 جنيه 85 قرش. الدينار الكويتي سعر البيع 60 جنيه 21 قرش،
وسعر الشراء 59 جنيه 86 قرش. الدرهم الإماراتي سعر البيع 4 جنيه 98 قرش وسعر الشراء 4 جنيه 95 قرش. وبالنسبة بقى الأسعار، الذهب النهاردة عيار 18 سجل 830 جنيه، عيار 21 كان سجل 970 جنيه، عيار 24 سجل 1108 جنيه، ووصل الجنيه الذهب ل 7760 جنيه. نروح معاكم الجولة بقى في أحوال الطقس، ودي جولة سريعة. الجو النهاردة هيكون حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء، في نشاط رياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وجنوب سيناء. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 32، وأعلى درجة حرارة تكون في أسوان 41، وأقل درجة حرارة في مطروح 23 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد شوية.